اصلا خدمته. فالناس اللي قاعده تفتي وتقول له هو وبعدين ما احنا في حاله حرب اصلا، هو في اكتر من اللي احنا فيه ده؟ عندنا حرب في سيناء، وعندنا حرب في اغلبيه محافظات مصر، عندنا الجيش متواجد معانا مع شعبه، والشرطه متواجده معانا علشان الحرب ضد الارهاب. هو في اكتر من الحرب دي؟ دي الحرب اللي احنا فيها دي اصعب حرب، لان احنا مش شايفين العدو بتاعنا، لانه عدو جبان بيختفي على طول وبيجري او ملثم. يمكن العدو الاسرائيلي كان اسهل، انه كان بيطلع بوشه بيقول انا العدو بتاعكم، انا عدو مصر، انا اللي بحاربكم. كانت الحرب عليه اسهل من لما تحارب مجموعات ارهابيه مش عارفين هي قاعده فين، قاعده في الخور تحت الارض، تطلع تحط قنبله هنا، تحط معرفش ايه هنا، وانتم كلكم شايفين اللي بيحصل. لكن بالشعب وبالجيش وبالشرطه انا واثق ان احنا هنقضي على كل القرف ده. دي النقطه الاولانيه اللي كنت احب افتح بيها كلامي. اهلا يا عمي. اهلا. بهاء ابني، سلم على عمك يا بهاء. اهلا يا بهاء. اهلا ازيك يا حبيب، ازيك، ازي اخبارك؟ ها عامل ايه؟ مالك مخستع كده؟ مش تشف ما مش ايه بهاء؟ ما تقعد اقعد يا بهاء. عارف بهاء ده؟ كويس. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده. شد. اشوف حاجه تشربوها واسيبكوا.